لك وينهم هدول يا؟ قديش حلو كنا قاعدين هون مع بعضنا. يا الله تمام. هذا هو الفندق؟ ايه هذا هو. ايكو ليك انت متأكد؟ لأنه شايفته كتير رخيص، بس ما تكون مصاريك رح تخلص وتفلس. لك شو تفليس؟ شو عم تحكي انت حبيبتي؟ هذا الأوتيل بياخد العقل رخيص لأنه عاملين تنزيلات على الحجز بس. كنت عم دور على أوتيلات حلوة، أوتيل لشهر العسل، قام طلع معي هاد. أنا شافه كتير حلو ومرتب والمكان أكابري كمان. ليك انت شو رأيك انك تصير توثقي بوجهة نظر جوزك بقى، مو أحسن؟ ولا عندك اعتراض على هالقصة؟ تمام مثل ما بدك، رح أوثق. تفضلي. يلا نشوف. مساء الخير. مساء النور. نحن في عنا حجز هون باسم أكرم أرتان. سوان تفضل. هات نشوف. الغرفة 303. يلا تفضلي رفيف أرتان. أنا رفيف كورفالي أرتان لو سمحت. ايه ماشي ما تواخذينا. نعتذر منك. ايه تعرفي حبيبتي، نحن تعذبنا كتير وعشنا بمراحل صعبة كمان، بس تخطينا كل المشاكل. هلأ بالنهاية بقى صرنا لحالنا. هالمغامرة اللي طلعنا منها وهذا الطريق الصعب، نحن لازم... حبيبي ما فيك ما تحكي وكأنك عم تلقي كلمة افتتاح. ايه صح، انا ليش كل ما بجي بدي احكي بتلبك وبصير مثل المجنون؟ شو القصة؟ شو بيعرفني؟ يمكن من التوتر. ما بعرف بس برأيي بكفي. وانا برأيي بكفي. جوزي مرتي. افتحوا الباب. افتحوا. مين لحقنا على الاوتيل كمان؟ ما بعرف. افتح يلا. طلعوا الشرطة. شرطة الأخلاقية. شرطة الأخلاقية؟ شرطة الأخلاقية. يلا ضبوا غراتكن. ليش؟ شو؟ وليش لم ضبوا؟ نحن متجوزين يا سيدي. اللي متجوزين يلا خدوهن. طب خلينا نورجيكم دفتر العيلة. تمام متجوزين. لا تمسكني من إيدي ماشي يا روحي. جاي الزهر ليكو. زدتوا خلصتني، مو فارقة معي إذا غلبتني ولا لا. اسمع يا من، اسمع. يا الله البيت هادي ورايق. يا ربي شو صار حلو، قديش عملنا منيح لما عطينا أكرم لزمرد، مو هيك؟ خلينا ننبسط. ايه والله يا عيوني، من هلأ ورايح رح نعيش زهرة شبابنا مرة تانية، وأخيرا بقى في عيش أحلى. لعبي يا اللعبة لقلك. ايه. مين عم بدقلي بهالوقت؟ ردي لنشوف، بما أنه عم يدقوا بهالوقت معناتها في شي. ألو؟ ايه انا بكون امه، تفضل. مين؟ الشرطة الاخلاقية؟ لك ما فيك اخلاق، ما فيك اخلاق بكل هالمدينة الكبيرة، ما عرفت تودي مرتك غير على هداك الاوتيل. لك يا امي الحلوة، قلت لها 50 مرة كان في تنزيلات انت اللي بتستغلها، شو صار يعني؟ ومرقت هالكذبة على واحد حربوق مثلك، مو هيك؟ ايه نعم. قبل ما تتجوز كنت لمك من المخافر، ولهلأ عم لمك من المخافر، بس هالمرة انت ومرتك. بنتي يا ما قلت لك انه ما لزوم، قلت لك ولا ما قلت لك؟ قلت لك هذا اجداب. خلصنا بقى، والله عم تكسر بخاطري، عن جد حرام عليكم. خلصنا ايكو، حميد ربك انه خاطرك يلي انكسر. ضلت تقلي في تنزيلات، كنت عارفانة في قصة. بس يا عمري شو رأيك تسمعيني بلا ما تفهميني غلط؟ يلي المفروض يخجلوا انا اللي وقعونا هي الوقعة، اذا بتريدي فهميني شوي لو سمحتي. الحكي معك ما انه فايدة. طبعا معك حق رجي، تعالوا عندي. والله ما معي حق بابا. سكوت اكرم سكوت. فو عطي. فو عليك ولا فو عليك واحد واطي. برافو حبيبتي، مو شاطرة غير تبزي علي، بتضل تبزي بوشي كل الوقت. يعني برأيي اللي صار ما له مصيبة كمان، بكرة بنحكي لهم لأولادنا، خليها تكون نكتة خاصة فينا. لأن أولاد بدك تحكي ولا للأولاد يلي ما رح يجوا؟ ليك صارت هاي نكتة. والله إذا تعرفتي عليهم أنا متأكد أنه أنت رح تحبيهم كتير يا أمي زمرد، عن جد. بس البرد اللي أخدته بالنظارة خلى أولادي يبردوا كمان، لهيك أنا رح روح أتسطح بتختي لأدفى شوي. خود هاي البطانية لإلك، رح تدفيك، تصبح على خير. استني دقيقة، بس أنا دافع مصاري لأرتاح، ليش ما فيني نام بتختي؟ ما عم بفهم. وهي الكنباية إيكو مريحة، تصبح على خير. انفخ بقلب إيدك، انفخ بإيدك، لأنك متعود تدفي حالك بنفسك. يا جربان نام هون لقلك، أنا رايحة لعند بنتي. يا حبيبي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.